بونجور، صباح النور، صباح النشاط والتفاؤل والموجات الايجابيه يا سيدي. ليكم وحشه من البارح لليوم، في الحقيقة والله العظيم ليكم وحشة. إن شاء الله عديتوا نهاير البارحة باهي معانا في التوقيت هذايا، إن شاء الله خففنا عليكم النهار. مرحبا دونك بكم اليوم زيدا في المدام وجهة، تسمعوا فينا على الباج تسمعوا فينا على راديو يا فام، أحلى راديو. شكرا لكم اللي اخترتوا المدام في حلقة الثلاثاء 28 سبتمبر 2021. ساعتين ونص باش نحاولوا نونسوكم فيهم، باش نحاولوا نعطيكم برشا أخبار، ضحك، ذمار، موزيكا. دونك حلقتنا تبدا من توا حتى نص نهار. المدام كالعادة كالعادة ما نجمش نبدا نهاري بلاش بيهم ابنائي. بونجور بونجور، محلاكم 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 يلعب يا سيدي، محلاكم ومحلى الانرجي متاعتكم ومحلى حضوركم ومحلى ضحكتكم وابتسامتكم ومحلى قرايتكم. يسلم قرايتكم ولا راكم ماكمش بحذايا هنايا. يلعب يا سيدي، نبدا بابني المثقف الجميل الرائع وانت شيرني. بونجور، صباح النور. جود مورنينغ، ويش ويش، صباح الخير اخواتي مزيانين، الناس اللي يسمعوا فينا توا ان شاء الله تكون اموركم رجله، جوكم باهي، تعديوا في النهار مزيان على الاخر، وباش يكمل يزيان معنا نحنا من هنا حتى تكشف نص النهار. دونك كملوا سمعونا. ايوه بدينا في التحذيرات، ماكم تعرفوا امكم سنة البقلاوه قبل الحين ونص تتفرش. لا تعطينا فهمتنيش كيفاه، حذرت لك ناستروات ها نهزوا كيك الحوايج مفرطه في الكراهه، ما يكسرش يده قبل. عندنا تجربه سابقه. لا ولدي هذا ما كسرش يده، عنده زرسته توجع فيه من هنا المارس اون برانسيب سي بون، ما عادش ينجم يتسبب بها بتاتا البت. لا خاطر ما عادش ينجم يتكلم يقول راني بطلت. صح سيء. لا وكنت تبارك الله ما شاء الله بسيكولوج سيكياتر اقسم بالله تحربش له تجيبه قاعد على نفسه فما حدا شيء بالدنيا والحمد لله 20 25 سنه وهو رايد. اي شكون يحكي البوكوس والجميل والرائع والزاده هو المثقف والدنيا وكل شيء، ابني الحبوب على قلبي راجح. صباح النور. صباح النور، صباح الخيرات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم بالناس الكل تسمعوا فينا في الثنية وحيدة وحيدة في الكياس. شباب ما تتنرفزوش على بعضكم، ها وسعوا بالكم، لا داعي للتزمير، هنا معاكم نحن سبعتي له نص من زمان. وجوج العظيمة بالروج عاطي على الفون الأزرق. شو المام انزدت لي أنا محل شوفية مكهبة كي شوية، والله رزدتني شوية هذي مازلت كي بتاعتها معناها التير بالرسمي راهي مش اكسسوار. تحيه صديقي اياد بالله على الاختراع العظيم، بارك الله في اياد. كعيبه عشو الدراسه طيح في البوا شويه وكها وما خاطر ما فهمت الخيط هكا تشوف معناتها من حجم. صح ما تنجم توصفها للناس اللي ما همش تفرجوا فينا جوست يسمعوا فيها. التيرا التيرا معناها التيرا بانديرا انت حتى علاقه عسل. صح الولدي صح سكرنك الفلس القفل طلع عنا شوية في الفونت بتاع السورية أحسن لايكا بعض برقية على السورية على القفل جواب شمس نوسي بعثوا فلسة خيطوها قالوا الرجاء التأكد من عدد الأزرار الموجودة في سورية اللعبة ذي قبل ما يدخل الميدان. نعم أجل نتعدى بجرد معناها معنا عند أمينة أبو غنجة تحسب لي الفلس كمين هاي جيتك هاي جيتك لعب ليه بنلعبوش عملية خلق بنلعبوش أحسنتي تغطيوها بالكرومات تدركيني سورية تسكروا إيش بي شو محليك كيك متزقلم بالسورية لازم علي ستة فلس محلولي ابني المدلل. بونجور الجميل. بونجور الرائع ربي فضل اللي مهيج الشامبري البرا بعد يجي الداخل زعم مش موجود. صحيح تعرفتك اللي يعمل المشاكل وبعد كش عليه ما فهم حد شيء. بونجور الناس كل اللي تسمعوا فينا. بونجور لوي، بونجور راجح، نجموا تابعونا زيد على اي اف ام تي في عشان يوتيوب نتاعنا صوت وصوره، تشوفوا راجح كيفاش مسكر سوريا حتى للفوق اليوم، وتنجموا زيد تابعونا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. ان شاء الله عادي وقيت به حتى النص النهار ان شاء الله وبحول الله. الاولاد باش نبدا حلقتي اليوم سونداج. شكرا اكيد بسونداج نحبكم فايقين الاولاد ناشطين عايشكم فايقين. يلا سؤال سونداج اليوم حابين نسالوكم سيد المستمعين، نقول لكم نسألكم نعود نسألكم وتعطيونا الإجابة بكل صدق وصراحة. نسألكم على وسائل النقل العمومي
سؤالنا يقول شكون المسؤول على الحالة الكارثية، خد فما حتى حالة أخرى نجم نوصفوها بها، الحالة الكارثية لوسائل النقل في تونس، هل هي الوزارة بقلة الصيانة؟ رانا نشوفه شو ساعات تبدا كل كهر لوق 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 ما توصل من المحطه هذه المحطه الاخرى الا من الوجه يولي في القفاء، الا ما العروقات ولي شرتل، الا ما البافاتات ديجا يتهريو، الا ما الخنقه تمكن. على كل حال تبدا ساعات عرفت عجله كتيلانيه ابين هكا ترولي حاجات راهي مخطره، راني شفت حاجات مخطري. دونك هل الحالة هذه الكارثية وسائل النقل في تونس الوزارة بقلة الصيانة هي المسؤولة فيها وإلا المواطن؟ با ها نجمو نحكيو راهو نحكي حتى هوني نجمو نحكيو متروات والدنيا والترينوات وكل والشبيبة خاصة كيفاش يبداو يتعاملوا مع الوسائل هذوم. انتم قبل ما ناخذ بطبيعه اجابات المواطنين ماذا بيه تعطيوني رايكم لولي نبدا بيك يوسف؟ رايي انا الحقيقه مسؤوليه من زوز اطراف مشتركه، نعم بالزوز المسؤوليه من الوزاره وهي راهي بوليتيك كبيره تو عندها سنين مع وسائل النقل في تونس راهي كارثه كبيره. فما مشكله الاولى وجوج الكيران اللي نخدموا بهم راهم مش كيران من الباكو كما نقولوا نحن بيان سور دوزيام ولا ترازيام سيزيام، معناتها الكيران اللي نشوفوا فيهم تو هما الكيران نتاع لي راتي بي نتاع فرنسا دوكم الكيران الخضر والبيض بعد هنوم بالاصفر، مي هما الكيران اصلا ماهمش نتاعنا ماهمش باكو، معناتها ديجا ذا اولا يجيونا الكيران مستهلكين كيف كيف راهو المتروات فوالا كيف كيف بالك شي فما متروات نظاف نوعا ما في ديليني فما متروات جدد. حاجه اخرى وجوج مسؤوليه المواطن الحقيقه اللي مواطن هاو مره ترقى كرسي مكسر هاو فما ساعات راهو يهزوا حكايات من المترو تقول اش تعمل بهم انت في الدنيا راهو الحكايات ذوكم راك ما عندك ما انت ما عندك ما تعمل بهم في الدنيا كيف كيف لوسخ برشا في الـ في الـ في المترو في الكار. دونك الحقيقه مسؤوليه مشتركه من الزوز الحقيقه مي مسؤوليه الدوله اولا كما قلت لانه من الاول من الاول معناتها ديجا الكيران جايين مكسرين فوالا راش كيما يوسف ما نبعدوش ياسر في تحميل المسؤوليات شويه ملحنه شويه مرتبطين ولكن كي نجي نشوفوا معناتها العوامل المتدخله الكل في المنظومه دو ان الانفراستركتور معناتها نعرفوا البنيه التحتيه على الاخر في حاله الكياسات معناتها حتى كهرباء نورمال ما تنجمش تمشي فيها اي ليه كهرباء نورمال هنا نعانيو كيفاش قاعدين نجاريو في الفلو نتاع العباد اللي قاعده تطلع معناتها كي تشوف انت مثلا من 5:30 6:30 كساعتين هذوكم من زمان تشوف حاله الكار والعباد ما عندهاش شو راهو فما ساعه على ساعه تلقاه مثلا الكار اللي يطلع فيها العبد تعمل فوق 35 كيلومتر وتجي مره في الساعه ونص كي تشوفها متعديه راهي كرشها بريسك كي تبدا زينه وعزيزه نحكي لك راهي تبدا مسا في الكيس نقصوا يظهر لينا نقصوا منه اما تشوف العباد راهي مازالت اليوم من هذا تشد في البيبان انا مره والله العظيم يا وجوه شفت واحد قدامي في الكار اون ديري اوتوكولون لاصق راهو بين الشباك وفوق العجله أي والله والله ما تنجمش تقول له ما تعملش هكاك كيفاش الساعه انت باش توفر له اسكو اعطيته انت حل بديل اعطيته حاجه اخرى ينجم معناتها يركب فيها ليه هو راته بالنسبه لي هو الكار هذيك يا من حياه 9 نتاع ليل باش يروح للدار واللي هو في البلدان المتقدمه المويا ترونسبور معناها الببليك اهم ياسر ويسهل لك دنيتك ما يخليكش لتز كرهبتك ولا حتى شيء معني تحط كرهبتك بحذا الستاسيون بتاع المترو ولا اللي هو إذا كان فريمو جاي من بوليو ولا كل وتاخل وجوش مش كان البلدان المتقدمة في الأفريق راه فما معناتها تو مثلا نحكيو على المغرب ولا نحكيو على كيغالي مثلا راه فما ترانسبور ان كومان راه عالي جدا حتى في مصر راه المترو نتاعهم باللي ستاسيونات بتاع المترو هكاك بالضبط الحقيقة ما نجمش نختلف انه شوية مرتبة شوية منحنى شوية مرتبط لدين اما ديما راه نرجع للدولة خاطر راه الشعب مش وحده كيك قام باش يولي عنده وعي كل شيء فما قانون يطبق مثلا في المغرب تراموالي في كازابلانكا ديما تلقى فيه سيكوريتي اللي ما تتعدى كان ما تخلص واكثر من هذا كل ما تصير حاجة فما كاميراوات واي واحد يتحاسب دونك هذه الحاجة الأولى حاجة ثانية نحن ديجا رينا التران جديد اللي متعدي في ليني حومتنا من غاديكا جيارة سيدي حسين كل شيء وحتى التبربة وديجا تكسر قبل اصلا ما يبدا يخدم ولا حتى ليغار 2 و 5
اللي هما المترويت نقصوا في الرحلات نتاعهم على الاخر على خاطر قال لك ما عادش فما متروات اللي صالحين انهم يمشيوا اصلا. ما كنت تشوف انت معناتها الريتم اللي قاعدين نمشيوا به, معناتها كي تشوف الفلو هذاك كل يوم قاعد يطلع, معناتها كل يوم راهو عندك رامه نتاع مترو باش تدخل الورشه باش تتصلح. كي كل يوم كل يوم كل يوم تصليح, حتى العباد اللي في الورشات معناتها والعباد اللي قاعده لاهيه بالتصليح معناتها والصيانه كيف كيف, معناتها حتى هما عندهم شارج كبيره ياسر. وشوف المجازا مش موجوده القطعه برك مندي من البلد اللي انت عديت منه الكوموند نتاع الرامه هذيك. إلخ 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 رانا لنا نحكيو خاطر لازم نوضحوا نحكيو على الترانات ومعناتها متروات والبيوس في تونس العاصمه. راه لازم ما تخليش للجهات, لا ما تخليش للجهات صحيح, اللي راهو ترانسفور معناتها مش موجود اصلا. مفقود مفقود بتاتا مفقود, معناها قليل 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 وين تلقى كار في الكياس. راه تسمعوا لهنا وجوج مشكله نتاع الدوله في العشر سنين اللي فاتوا حتى من قبل, وانه المشاكل ولات التونسيه متحصره على العاصمه تونس كهو الاخرين سوسه صفيق شويه صحيت دونك هذا هو. باهي شكرا لكم الاولاد على الاجابات. انا نستنى اجابات مواطنين نتاعنا, تبعثوا لنا على الباج نتاعنا فيسبوك اي اف ام المدام وجهه. تعرفوا بيان سور بعد السونداج عنا أغنية صباحية, أغنية اليوم أغنية لكل مستمع طبعاً. اليوم أنا باش نختار غنية هي. مش انتوما هي. غنية عمرنا اللي اخترنا ما عمركم اختارتوا بالحق غريبة. قلنا اختاروا وتختار انت في الاخر تقولنا اختار ونقول عليه الرياح عدت لي بلينغوس البرفيت حاجة كويس تفضل. لو اي نقعد ونقولوا نحن ما مثلش في التونسي, خلينا نكملوا في التونسي دونك اي حاجه في التونسي. ما فهمتنيش اسمع. احلى راديو رجعنا لكم 59 دقيقه في المدام وجهه, رجعنا للاستوديو اللي هي جود بر والاغنيه ستينك. سامحني عشو ديرا وانا قلت نحطوا له بصوتي ولكن هو ما قعدت كذا حاجه جديده حاسيلو شطحوا الاولاد رقصوا في استوديو رغم اللي هو ضيق ولكن هو عملوا برشا جو وشطحوا عملوا برشا جو. ابني اي ابني لحرش ابني ابني لحرش طالب ديديكاس ديديكاس وعنده الحق زميلنا اخونا اسامه السعفي اخته نوسا ورجلها مهدي تزاد لهم صغير جنه اسمها تولدت في سويسرا ولدت في سويسرا في سويسرا سي نورمال سي سويسرا وجنة سي نورمال شفتو سماها في سويسرا جنة وفي جنة صحيت. ان شاء الله مبروك اليوم صباح, ان شاء الله مبروك لخونا السعفي واخته نوسة, ان شاء الله مبروك 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 نوسة وحمد الله على سلامتك وان شاء الله يا ربي تتربى في عزك انت وشو رجلها شكون مهدي 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 ان شاء الله وربي يفضل لي لحرش تحقيقا تاع ربي ذاك اللي في الكويت في الكويت نسيك المسهود غاد الله غالب يخدم شو نعملوا جنة محليل اسم محليل اسم سويسرا العينين مجنبة صحيح هذيك عليه سكتنا البلون راهو فما العينين مجنبة في استوديو بيا كوم دابيتود بيا لا جينيروز بيا جات بحذينا بعثت لنا مش جات بحذينا الحقيقة ما جاتش بحذينا لكن خذت بخاطرنا خاطر تحبنا كاينها جات يعطيها ألف صحة جبت لكم الأولاد حاجات شو نقول لك بون فما باكو باسم بيبو خوكم هذاك ماكم تعرف صغير ما فيش حديث فيش حديث باكو هذاك ما تغزرولوش خلاص يتشبت الحديث يتشبت عليه الحديث دونك فما زوز أنواع متاع جاتو روعة روعة. أنا تعرفني يبين نحب ياسر شنو هذا لا كنافة الكنافة الجميلة شو كيفاش كنافة ظاهرة هاوكا فيها يمكن نوعين ذولي فما بالفرماج وفما متكلفة الكنافة وجبت لكم حاجة أخرى طبعا بعد نكتشفوها زيد كيف كيف شوفوا كل السويبة عذوك فصدق الدنيا وكل شيء حاسيلو بنا 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 الأولاد يستنوا وقتاش تجي لوفة باش تعطي أخبار الطقس والأخبار باش يقعدوا عمرها ما لوفة عملت الميتيو 59 أبدا لوفة ديما 59 59 نجم تجي تتفضل من تو لا عندي القبيع القبوعة والقبوعة في الانتظار نمشي نشوفك الميكرو نتاع القبوعة وينو وين يا بونجور جست باش نجاوب على سؤالك ايوا قعدت تخدم طول في الفوضى بالعاني تاع نعرف هذيك اللي تبدا تهز التليفون في بالو زعما فهمت ابيل انكور صحيت ابيل انكور ويبدا زعما راني مانيش متفاضي مهمه وعندي برشا اعمال وما ضيعوليش وقتي هذيكم محنتكم عليه زوز اسئله تخلصوا فيها صحيت صدوا ربك جيبوا عاد اين انت ما في
بربي عندكم برشا تكلموا فيه. لا انت ديما عندك مشكله نتاع كونيكسيون دونك احنا اعصابنا ديجا موتر بيك زيد تليفونك يوترنا. لا سامحني. اذا 9:56 دقيقه خلينا ناخذ السؤال نتاعها ما تحبش شنو خاطر مهم والله السؤال نتاع كيبوعه اليوم. ما انا نحب زيد الشعب الكريم يكون معانا متواجد وكل الكومنتات نحبوا هو يتسال ويجاوب ويدخل معانا في الحكايه وكل تفضل ميساج. نحن ولادك ولا تحبنا ولا نموت عليكم. كان يعطيوك 10 مليارات مقابل تتخلى على واحد من اصحابك ولا عائلتك توافق وشكون الشخص هذايا؟ لا انت قلت لي انا ولادك حطيتي ما جبتليش صحابي. ولادي مليار نعطيكم انا ديجا مليار واحد مش 10 مليارات وحيد مليار على كل واحد مليار دب ولا لا الكلكم الكلكم مليار مليار ونمشي ونمشي ما عادش نحبش ما فهمي هذا الذكاء الازرق زاد كيف كيف على نفسي عاش على مليار وش مش مليار جاتك شويه مليار هكا ولينا نحكيوا على مليار الدنيا وانت لواي مقابل 10 مليارات اي انا مقابل 10 مليارات نتخلى عليك انت وراجع عندي حتى مشكل زاد فمي الصديقه راجع كيف 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 نهز الحياه كلها كان يحب معناتها بالمكونات اللي فيها نكتبها له معناتها في دفتر خانه ونقصد ربي انا على روحي تنصرف من الاول وجديد مش مشكل وانت يا ما نبيعكمش بمال الدنيا خاطر ما عندك ما تعمل باش بي نبيعكم لطف علينا لطف علينا الفلوس بالحق ما هيش مهمه بالكل بالكل قدام الذات الانسانيه 100 مليون برك 100 مليون تخلى على كل شيء لا لا والله بالحق بالحق يزيو متفادليك الحقيقة ليه الحقيقة حطها بين عينيك الحكي ما تبديش زعما كل ايش نقول بليك يقولوا العائلة ايش معنى العائلة العائلة قريبة ولا العائلة الكبيرة العائلة مستحيل الكبيرة. قريبة بازة قريبة حتى على دينار حتى على 200 مليار دينار ليه ما بدي ما انت مستحيل باش تخلى على واحد من العائلة يقتلوه انا خلود الحقيقة انت ربي احمد ربي اللي عندك خلود في العائلة باش تربح يقولوا لي خلود ولا اولاد و10 مليار دويت وقتها نجم نخمم يلا 9:58 دقيقة وقت الأخبار أخبار الطقس والأخبار ونرجع نكملوا معاكم المدام وجاء وأولادها حتى نص النهار يلا يلا أهلين وسهلين مرحبا بالناس اللي تحقوا بينا توا 10:09 دقائق ما نحكي لكمش يا جماعة أولادي وأبنائي الأعزاء تبارك الله تألقوا قبيلة شوية تألقوا حاجة إكستراوردينير إكستراوردينير وي شو كنتوا تعملوا الأولاد؟ ناكلوا في اللبلابي عمركم شي سمعتوا العشرة في صدر عمركم شي ريتوا في اللاكتور خليوا لونتين ويمشيوا ما شاء الله تبارك الله ياكلوا في كسكروت اللبلي تحية كبيرة المهدوش الساعة تحية كبيرة مهدي بالراضية بركة لو فيه خاطر فرحان بينا طبعا في وسط البرمجة بتاعه ظهرنا متألقين والحمد لله دونك هذاك عليه جابنا كسكروت اللبلي بي اللي هو حاجة فوالا يصير انتفاخ تغادر الاستوديو صحيح سهلة الحكاية المعضلة سهلة دونك بعد اللبلي بي والكنافة باش نمشيو مع الكوتش شيرين انا جاي اقول لك سبحان الله شو كيف وجيتنا جيتنا الكوتش شيرين بالقصه جديده صحه وفرحه صحه بالقصه البنات الكل بالقصه وديتك جميله ورائعه جدا 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 مريش اولادي كيفاش انكستري معاك كونسونتري يا رب كونتر بلونجي اللي تحب انت انا ما زلت كمبهم بكسكروت اللبلاب مش ماكش ليه انت ماكش ليه على شنو باش نحكيو اليوم شيرينيات يلا ساعة صباحكم صباح الخير صباح النور اوكي دونك البارح حكينا على الرولاشمون اللي يصير بعد ما نقصوا في البوا دونك تقعد لنا رولاشمون تقعد لنا جلده زايده والا مرخوفه تحت يدينا واعطينا دي زيكزيرسيس للشيء هذا دونك اليوم باش نحكيو على الافخاث دونك فما عباد يقعدوا لهم رولاشمون في البارتي نتاع لانتيريور دو كويس اوكي دونك جبت لكم دي زيكزيرسيس نبداو باول اكزيرسيس نجمو نعملوه في الدار وساهل دونك هو سكوات لارش دونك تقف تحل ساقك بالقدا معروف سكوات لارش يعني معروف على الاخر دايل دونك وتهبط
ظهرك مستوي، ما تخدمش سكوات كأنك تخدم في الفيس. دونك كي تهبط تهبط ظهرك مستوي، مش كأنك باش تقعد على كرسي. دونك هذه تخدم الانتيريور دو كويس، اوكي كيف كيف يقعد ظهرك مستوي وتحاول تهز يدك الفوق. اوكي الاكزرسيس اللي بعده اللي هو شيرين خاطر بعد الكويس البلابي تفكرت ربعد ما حليكم ليه ماكمش خارجين من الماكله اليوم فما زياده اليوم العالمي البلابي عندي فما شكون زاد باش يجيب لنا حاجه اخرى تنقول لكم عليها من بعد كله جايينك من بعد دونك الاكزرسيس اللي بعده اللي هو سكوات مع جامب كروزي دونك تخدم سكوات ومن بعد كي تنقز تعمل كروزمون بساقك دونك هذا الاكزرسيس الثاني كيف كيف يخدم الانتيريور دو كويس باه الاكزرسيس اللي بعده اللي هو اليفاسيون لاتيرال الاليفاسيون لاتيرال اللي هو تقف نورمال وتحاول تهز ساقك على جنب وتقعد مستوية باه هذا يخدم لادكسيون ولابدكسيون لادكتور ولابدكتور باه الاكزرسيس اللي بعده دونك باش تخدم سيزو مي تقعد ظهرك يقعد لوطا معناها وسول دونك تطلع ساق الفوق وتحاول تعمل ديكروازمون وظهرك يقعد مستوي كيف كيف هذايا باهي الانتيريور دو كويس وافيكاس بس معناها هذيك اللي كيف ما قلت انت يشد فوالا الاكزرسيس اللي بعده اللي هو تقعد تخلي ظهرك مستوي كيف كيف نفس البوزيسيون نتاع الاكزرسيس اللي قبله وتهز الجنو نتاعك 90% وتحط يدك ما بين الجنو وتحاول تدز تحاول تحل يعني تخدم ربي فهمني 90% سامحوني 90% ما 90 درجه 90 ساقك تهزها تخليها 90 درجه هكا داكور okay. تعمل 90 درجة برسنتاج راني ام راني نشري شوش الحوايج اشتيرها قداش بي رجعونا فيديو ايمان رجعلي للزكزرسيس فوالا اللي هو هذا دونك اللي هو ريزيستونس كونتر مان دونك ويقعد ظهرك او سول تحاول تدز تحاول تدز بيدك ما بين الجنوب تاعك دونك تحاول تحلهم ومن بعد تحاول تسكر معناها تدز بيدك فهمت داكور دونك هذا تفورس الانتيريور وتحاول ترجع ساقيك اللوطه كانهم شابطوا القاع ويعاودوا يرجعوا صحي دونك تحل وتعاود تسكر باه الاكزرسيس الاخراني اللي هو تتك على جنب وتحل تحل ساقك اليفاسيون دونك اليفاسيون إليفاسيون لاتيرال تتك على جنب وتحاول تهز ساقك الفوق وتعاود تسكرها دونك لي زيكزرسيس هذو مش مستوية ولا تجيبها لوجهك تمشي مستوية تمشي في النيفو نتاعها دونك مستوية داكوغ والساق اللي تحتها تقعد مستوية بالضبط مع الظهر ومستوية ولاصقة في القاع بالطبيعة باهي لي زيكزرسيس هذو تنجم تخدمهم في الدار افيكاس وسهلين ويعاونوك باش تنحي الرولاشمون اللي في الانتيريور دو كويس اوكي وكل اكزرسيس تخدم 3 سيري دو 12 اكزاكتومون هذا شنو كنت باش نسالك انا 3 سيري دو 12 شاك جور باهي بالنسبة للي زيكزرسيس اللي عطيناهم البارح واليوم ينجموا يخدموهم عباد عاديين ما عندهمش بروغرام تاع اونترينمون دونك اوكي بروغرام للاو دو كور واليوم عطينا بروغرام للبا دو كور يعطيك الصحه اوكي دونك ينجم على جمعه كامله يا يعرف شنو يترينا معناها مش يمشي لسال دو سبور ما يلقاش حتى حد مثلا يعاون فوالا 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 عنده الكور نتاعو نقول عنده الكور بروغرام نتاعو يعطيك الصحه شيرين ميرسي, ميرسي بوكو, بوكو دونك تلقاو لي زيكزرسيس كلهم موجودين على الباج نتاعنا فيسبوك اي اف ام دي زيكزرسيس بالحق فاسي و تري 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 افيكاس مرسي ان شاء الله نتقابلوا مالا بقدره ربي غدوه كان عشنا في نفس التوقيت نكملوا في البروغرام هذا به احنا ما زلنا 10 و15 دقيقه شنو تحب فلوس شهري يال شهريتي شهريه
شنو هو أكبر معلم أثري؟ شكون المنتخب اللي هز أول كأس عالم؟ شكون اخترع الطيارة؟ شنية أول جريدة في تونس؟ أسئلة تنجم تسألهم كان الجوجل. أما كي يبدأ عندك جمعية هبال جاوبك على أي سؤال. أنسى جوجل وتبرنش مع غاسين كاغي، ليميسيون اللي فيها الضحكة والمعلومة والجودة كالي، كل يوم مع سامي بن نور وبقية الفريق من 5 للـ7 متاع العشية على إيفام أحلى راديو. بعد شوية مكملين مع المدام وجيها على إيفام أحلى راديو. كيفي أنا أولادي الجميلين، محليكم محليكم محليكم، نمشي ونشوفوا أختكم أكساسوها في المرشي. ما نعرفش اليوم شنو المرشي اللي مشيت له، مرشي لفيت، مرشي كل مرة تقول لنا وين. خلينا نشوفوها اليوم نهار ثلاثة وين مشيت فيه بومارشي. بومارشي أكساسوها، صباح النور. بونجور صحويلكم سافا قعدت غادي لي قد مين قلت بونجور هي راك بدا تجي بتويا صحيح مشيت نتوسى بالبونجور. يا عيني يا عيني ترش عندها في سوسة والله راسي المشفر للأخت الأخرى والا وين جاي في الطريق يا جماعة. فكرت قلت الناس قالت لي سرسوع علاش ما تبدلش، معناتها علاش كاين في المارشيات وكل. قلت علاش ما نوليوش نعملوا سم الكرهبة. سم الكرهبة ونحن خالطين أتو نخموا فيها ما نتصورش. نشوفوا سم معناها شنو تمشي الكرهبة. مثلا فكرة، هي فكرة مثلا تمشي لسوق الكرهبة، سوق الكرهبة مش تمشي للمارك، تمشي لسوق الكراهب مثلا تاع بنا عروس ولا حاجه كيك تشوف لنا مثلا كاترين حاجه قديش نهار لحد احنا ما نشوني خلي صحيح تمشي نهار لحد، امشي نهار لحد واعمل سسمع كاجيت نويل بيزيد جديده، اعمل معها ذي البريك ذي بتاع الكراهب صحيح، اثلها شويه البرنامج نتاعها البريك كراهب في السونتي صحيح. قلت انا نعطيك بعدنا ونعطيك حتى نمر التليفون نتاعها ميساج مش نجيك توا على المباشر، نعطيك اسم المراه واللقب نتاعها وين تسكن. مش معقول ساسو هي فوالا دونك نجم تتطور نجم تتطور اي ان شاء الله ان شاء الله بعدنا من ما نهار كامل تشد من الخبزه كيفاش الماركت وراه بعد الخضره والماركه باهيه زي الفول والحمص بعد تعبت بناتي مسهرين شبيك تعبت في العروسية من عرس العرس يأثر على المورال نعرف يأثر على المورال شطحة وزغراتة أنا شطحة وزغراتة لطفة عليك شطحة وزغراتة مش 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 العروسية ربي يهديه تفرح للناس أبا كل جرد نفرح للناس أنا نمشي الحق أنا جوز تستدعاني راني نمشي اي اي ان شاء الله ان شاء الله بنيتي حاجه لان ربي يخفف مكتوبك عليا ان شاء الله يا رب ان شاء الله ويصلح لي اجنبي امي كما قلنا احنا في مرشي لفايت مرحبا كما قاعدين نشوفوا ورايا نزيد نبعث لكم هكا شويه غادي الحويتات نتاعنا كالعاده ولهنا خضرة الخضرة والغلة وكل دونك نعم. نبدا نعطيكم في الاسوام والله باهيه القصه يا جماعه غشيتوني اخواتي الكبار يا رب باهيه القصه هكا فيها جو باهي جو ليلي راجح ولؤي ويوسف ليش فما ما خليو ما بقاو لا خليو لي لا بقاو شنو دخلكم في قصه اختكم تاعو شنو بالعكس احنا عطينا راي متواضع معناتها قلنا راهو محليك ما غير قصه اما اخوك لؤي قال تيندا راجع قلبي كاليزي صحيح مش حلو دونك باش نقص عليكم باش نقص عليكم بالفلفل المره هذه مش بالعسل عنا الفلفل بقلوتي ترتيب 2600 السفنيريا 2300 كيف كيف الليتو الكعبه على 1600 قديش كعبه الليتو 1980 أصلا 1300 الليتو عنا القارس 2980 الطماطم 1560 القرع الأخضر 2980 عنا الطماطم 1560 الفلفل الحلوة هذيا
لحلو 1980 كيف كيف قبيله شيف قبل ما يبقى لي شوف لي سوم الحبق 100 غرام على 2000 فرانك لهنا كان شيف مهدي قاعد يسمع بحذينا اي دونك عندنا الفجل 1500 البطاطا 1380 شنو هي اخ القناويه تحيل هذا الحناشي بربي 100 غرام 1500 ود القمره 2600 اوكي سلمى لا وينك نهار كاس عاد لايم قالوك نهار كاس عاد لايم ان شاء الله يا رب عندنا الاسبان نتاع الفول زادوا ما نجموش نجيو لافايات وما ناخذوش الاسبان اسبان الفول مشي لي للصديق هذاك اللي قاعد عندنا السردينة 5980 القرني 19 دينار و800 التريليا الحمراء 18 و800 الكوفيت 26 دينار و800 صباح الخير هاك السلام عليكم صباح النور اهلا بيك صديقي سافا وينك غريب هاي اي طنجي شيء قدامه قلنا لها بدنا لها صور حوت واعمل عامل مطعم طيب يعطيك الصحه ربي يجيب القاسم ميرسي هذيك السوبيا 22 600 اي ال 34 و800 بالنسبه للسفن زيد سالني عليه الشيف قبيله هاك 34 و800 الشوفريت 38 و800 المول 13 و800 عندنا من هنا الورقه 19 و800 ونقاو زيد 15 و600 البوري 26 دينار و800 واللامبوكا 22 دينار و600 الكالمار قديش قالك الشيف بالنسبه للكالمار قديش لحظة برك لازمنا نرجع شوية كالامار 37 دينار و800 هذوما الأسوان بالنسبة لجميلتي سكره صحيح سكره كان مغرومين بالمالح تحبوا نعطيكم المالح نعطيكم المالح عندنا برعبية دينار الزيتون 600 الأنواع الكل ب 600 اللي من غير قلوب وبلا قلوب نعملوا طلع على السويم نتاع الدجاج بالنسبة لكيلو الدجاج لليوم نلقاو 8790 الكبدة على 12 دينار الاسكالوب على 15 الكبدة 13 دينار الاسكالوب على 15 دينار و 990 ديجا 10 فرانك ما عادش موجوده هي بتبيعتها هذوما الاسوان بالنسبه للحوت الدجاج والخضره والمرشي لافايت يعطيك الصحه سهسوها ميرسي بوكو اما بربي بيني وبينك كي نقول لك يخشبيك البارح انت مهبطه مررت باسوا اسبوع في حياتي وندري شنو كنت في حاجه اليك اي والله ما مش امور نتاع راديوات الحق تاع ربي انا نحب نبارطاجيو كل الحكايات المزيانه معناها اسوا اسبوع معناها بالحق اسبوع غير موفق بالحق اسبوع غير موفق جمله تعدى عليا الجمعة اللي فات دونك ان شاء الله ماك في العروسات الجمعة اللي فاتت ورقصي وغني وكل والقلب يعلم بيها ربي زملائي هكا والقلب يعلم بيها ربي عرفتك اللي تشطح وتغزل وكل اسم الله على بنتي اسم الله عليك اسمع انا راني موجودة اخوتك موجودين كان تحب نصر بها اي نصيحة ولا حاجة ولا عبد نمشيو نتفاهموا معاه رانا موجودين حتى الشيف عادي معانا راه باهي نعرف ايوا مشيش تقول راني وحدي وما عنديش شكون ما عنديش مالي ولا ما عندكش كتاف وراك ولا هكا لا عمري ما قلت ابعثنا اللوكاليزاسيون ابعثنا اللوكاليزاسيون حتى شعر يرجع يطويل حتى شعر يرجع يطويل على القصة صحيح حتى القصة ترجع وكل تولي زيزي مخبلة في شعوراتها داكور دوا بربنتي ربي يجيب القسم ان شاء الله وربي يخفف مكتوبك يا ربي انا نعرف اللي السعاده في المكتوب انت ليش ما تقولهاش اللي قصه خايبه
علاش نقول بنتي قصه خايبه بس ملا وانت خرجت لك الواحد كل الشبح وهي قالتها الحكايه واحنا ثلاثه معناتها يو ان كونسنسوس في البلاتو كونه القصه ما مشاتش ياسر يزي ويزي هكا اختكم تجي وهكا علنا امام الجميع طيحوا لها معنوياتها انت كان شفتها نهار الشوتينج وقت اللي جوست طلعوا التين ده شويه معناها خرجت الامور معناتها رايعه ورايعه على تهبل بنتي ومزينه بالقصه ولا بلاش حتى حد يقول عليه نص ربع كلمه اي سهسه بررت بيك على روحك وابعد من الشمس وامشي الحيط الحيط وتاكل شيء تحل حالنا ان شاء الله نلقاو اوبا اخر وتاو الدنيا مليانه اوباب يلا قبولات قبولات ادمان ان شاء الله نتقابلوا في نفس التوقيت باي 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 شيف صباح الفل صباح النور شفت شيف شفت كيف الاسوان مش بعيد على سوق الكراهب شفت تاو الكالامار ب 38 الحقيقه باش كاسحه شويه وي حتى فما حاجات في الخضره كيما القراع الاحمر ببريسك ب 3000 توا معناها بريسك وقت وكل شيء كيف كيف تسمى غالي شويه بون مرشي تاع لفايات مشيت برشا قبل وكيما يظهر لي اغلى شويه من المرشي الاخرين ولا والله ساعات نلقاه بالعكس سوام ياسر باهي فما حاجات لوجيك فما حاجات فرش برشا فيه ولا فما الكروفيت مش خايبه ب 19 شفت كاليبر موين فما كيف كيف فما شويه انواع تاع خضره زا سافا سوم تاعها دونك احنا باش ناخذوا شو من الشاي هذا يكون نقولوا دبرت اليوم بالضبط بالضبط باهي يلا نمشي نشوف دبرت اليوم مع شيف مهدوش دبر فطور دبروا الفطور انا جوست قبل الدباره نتاع اليوم نحكيو شويه على البارتيسيباسيون نتاع تونس في البوكيوس دور في 2021 دونك هذايا هذا كونكور انترناسيونال دونك يتعمل في ليون معمول من 1987 مع بول بوكيوس وتونس شاركت السنه الثانيه مره البارح كملوا نتيجه في فرنسا من 2003 من 2003 جو بونس من 2013 ما ربحتش ربحت السنه وجات الاولى تونس جات في المرتبه 19 من 21 لازم نشكروا العباد اللي شاركت بيان سور خاطر تونس كانت الوحيده اللي شاركت كسوا من العرب ولا من افريقيا تونس كانت الوحيده اللي شاركت وبيان سور هنا باش نحكي معناها على الكوتي بوزيتيف يعني لي مويان الحقيقه نتاع تونس بعاد ياسر معناها على لي مويان نتاع العباد نتاع البلدان اللي قاعده تشارك شنو نقصدوا لي مويان لي مويان في لي مويان بون ظروف جات تاع كورونا سنه وكل شيء دونك حتى فما بلدان ديجا ما شاركوش جمله لي مويان نتاع سلطه الاشراف لازم تكون واقفه بالكدا مع ليكيب هذايا السبونسورين كيف كيف خاطر يسحق ان بودجي كبير برشا معناها باش نجم توصل بيه المرتبه باهيه وكل شيء دونك لهنا يلزم العباد كل تقف شويه كان نعاودوا نشاركوا ان شاء الله عام الجاي ولا السنين القوام يلزم تتحضر الحكايه قبل بمديده مش كلي هيا هاو فما كومبيتيسيون يلا بالموجود بالضبط رغم الكفاءات الموجوده معناها كو سوا عامناه ولا السنه كيف ما كو سوا منصف السنه ولا كيف كيف حتى لي كوتش معناها وليد بوسنينه ولا خليل بن عمار السنه وعامناه من احسن ما عندنا في تونس بون ما يخدموش في تونس مي هما لي دو كوتش اللي كانوا بعين بين عمناه والسنه دونك ان شاء الله نلقاو هكا بالنسبه للعويم القدام عباد تقف اكثر معاهم كسوا من سبونسورينغ ولا من سلطه اشراف ولا من وزاره السياحه من لو ان تي تي كل لازم العباد تقف شويه خاطر الكونكور هذا مهم برشا والعباد تحلم باش توصل تشارك فيه كيما المغرب الجزائر ومصر كيف كيف كلهم معناها يحبوا يشاركوا شيء لكن تونس كانت الوحيده اللي شاركت دونك ان شاء الله نتحسنوا من عام لعام عمناه وجات المرتبه الاخيره سنه بون 19 من 21 ان شاء الله بشويه بشويه اللي نشوفوا تونس في حتى من لي دي بروميي نقولوا نحن حتى اللي بوكيس دور عباره كوب دي موند معناتها بتاع لي شيف بول بوكيوس اللي هو ليجوند في الكوجينا ليكول في ليون غاليه مهتوش ليكول بتاع بول بوكيوس في ليون برشا برشا فلوس مي قرايه بتاع الشيفين توب نيفو موافقين يا خويا التوانسه والله احنا وين نمشيو راه ترفع الرايه 19 على 21 تبارك الله معناها اي 19 على 21 باهي باهي المشاركه ولينا تو قلنا الحمد لله شاركنا باغابوغ على البلدان الافريقيه والعربيه سي ديجا بالنسبه لينا نقطه تحسب هما ديجا يهزوا واحد من الافريق فهمت يعني احنا ديجا ربحنا باش البلدان كل فما راهو في السنغال في الجزائر المغرب مصر كيف كيف معناها لو فات اللي احنا طلعنا فوق هذوما الكل ديجا حاجه مش خايبه معناها ان شاء الله ديما موافقين يا خويا ربي نهزوها مره والله ان شاء الله ان شاء الله وي علاش لا
نمشيو للبارة نتاع اليوم. ما زعش تحكيو لي على الماكلة، راك كنتوا ترفسوا توا في الماكلة. شنو جعت ما عنده نهارين الماكينة ما تخدمش خاطر زرستو توجع كي تحلت حلت مع بعض. هو لازم يشوفوا الرياكسيون تاع مهدي كي رانا ناكلوا في كسكرة البليب. اي انا ماذا بيا نحكيها جوستومون على خاطر تبارك الله في مكان ما في الإذاعة فما زوز طويول هجوم تبارك الله ولادي بما فيهم الإعداد وكل هابطين هكا ياكلوا في كسكرة البليبي وشاف متعدي جايب شعب القهوة وسيجارو التفت تفاجئ اكل عرفت كي قال لنا على السلامة بسيف مش وقت على السلامة. المشهد يشبه شوية المشاهد ريزيدنت ايفل واللي تلفت له فمه بالهريسة كي وتقول كاني بس معناتها مش يوسف بحر النار انا جاي في الكهرباء عايش نسيت لونيتي نسمع في يوسف بحر يحكي في النقل الجماعي والنقل هاي قلت له عنا كار نقدر زعما يوسف وبعد طلعت لقى ياكل في اللبليبي في مبلاريس خبير جنسيه يوسف البير هاي الشهره تبدل الشهره تبدل والله عليه عنا كار في حومتنا مهدوش عنا كار وحده كار نصر اي يوسف الكريسي ما عادش يطلع واحد اي صحيت اي نعم الاعداد ما غاديك يعملوا لنا الوقت يلا يا سيدي ميساج انا سفن وحبق وزيتون والدنيا مدعوك بالضبط اليوم اخترت السفن السوم نتاعه 24800 باه يتعدى معناها بعد الحوت المربي نلقاو عمواز سفن نجمو نخلطوا عليه دونك اليوم حبيت نعمل هكا روسيت ما يتربيش السفن ما يتربيش السفن مش متربي السفن يجيك طول اي دونك بالضبط حبيت ناخذ السفن نخدموه هكا بشويه نقولوا نحن على بروفونسال دونك حتى ما عندناش سفن نجمو ناخذوا حتى حوت مربي جوست نعطيك استيوس صغيره في الحوت مربي كيفاش تجينا حاجه بالصوص بنينه جوست نحيو لي فيلي نتاع الحوت كسوا دوراد ولا لو ناخذوا كسرسور نتاعو ونغليوه في الماء وكيف كيف نزدو شويه بصلوس في النار كيما العاده والماء هذاك اللي يجينا مفوح بالحوت هو نعملوا به مويمون كان باش نعملوا مقرونه ولا باش نعملوا كسي ولا اي حاجه بالحوت مربي راهو ديما كي ناخذوا الفيلي نطيبوه وحده ما ياخذوش برشا وقت يجينا مروب وناخذوا لي بارور وكل شيء نتاع الحوت السرسور والراس نغليهم كي العاده في الماء والماء هذاك يجينا بنين برشا كسوا باش نعملوه اون صوص ولا باش نمرقوا به اي حاجه نجمو يجينا به اخترنا السفن اليوم باش نعملوه لا بروفونسال ناخذوا دونك ترونش نتاع السفن نتاعنا بريفيرونس يبدا هكا من غير شوك وحتى شيء نجم حتى الحواتي قدونا وبعدش نطيبوه ناخذوا السفن هذاك نعملوه شويه ملح وشويه فلفل اكحل كمون الحقيقه ما نحبوش برشا انا في حتى انا يمرر ظهر لي بالضبط بالضبط خاصه كي تبدا حاجه فرشكه نحطوه في الفرينه نفضوه من بعد بالكدي بالكدي وفي مقله نحطوا شويه زيت خليه يسخن ونماركيو السفن نتاعنا على الكوتي الكل وبعد نخليه على جنب في نفس المقله هذيك نكبوا الزيت الاكسيم تاع الزيت اللي قاعد نحطوا كسنه الثوم هكا تبدا كونكاسي نزدو شويه كالحكه نتاع التومات بولي ولا حتى نجمو نعملوها في الدار جوس ناخذوا كعبيه طماطم نعملوهم انسيزيون من الفوق ومن بعد نحطوهم في الماء سخون 6 سكوند طلعوهم شويه ماء بارد نقشروا كالطماطم نتاعنا نعملوها كونكاسي مع سنه الثوم هذيك نعملوا شويه مويمون نمرقوه شويه كسوا كان عندنا ماء مفوح بالحوت ولا حتى ماء عادي ومن بعد في الاخر نزيدوه كالحبق هكا مقصوص شويه عربي. شويه زيتون اذا كان شكون يحب الكبار نجم نحطوا له شويه الكبار نحبوا نعملوه كتوزويزه كيف كيف نحطوا شويه فلفل برعبيد مقصوص ونخليه الحوت هذيك بعد ما مركيناه يكمل يطيب في وسط الصوص هذيك وتكون عندنا لهنا اسبادون بالصوص بنين برشا كاب كابو هذا هو مش شويه كاب كابو شويه كاب كابو فوالا كاب كابو متفرنس قعدت تشبه عليه من قبيله حسيتك والله رغم اني نعرفه هاكا مفوح هنا الكاب كابو هو غير الحيوانات الكل قارين برا راهو اللي طيب فيهم مهدوش ولكن يشبهونا شويه عندهم من بن ياسر محلي افين هذا ويتحط هكا في الصحين نتاعو ويبدا مزيان كب كابو خاطر تبدا ترفس على روحك راه في الخبز حاجه من دون العقل كب كابو مسيسين عملوه بالمناني وجوج دونك والمناني شكون باش ياخذ على 50 دينار و 45 دينار الحقيقه لا وما تتحطش طرف الحوت ما المناني من تعيب يتيب كله يتفتش اي نعملوا الفرينه لهنا خاطر ديما كي باش نخدموا بحوت مربي ولا سبادون ولا حاجه كي نعملوه من غير فرينه نجم في وسط الصوص تتحل كعبه الحوت وتتفتش وكل شيء دونك الفرينه تخليه البرودوي يقعد روحه ولا يقعد يشد روحه بالنسبه للغانيتور ناخذ شويه قرع احمر اليوم باش نقصوه بعد ما نقشروه هكا كل شيء نحطوه في بلاكا فور ونرش عليه شويه سكر بران ولا حتى سكر عادي نحطوه في الفور مده 15 دقيقه حتى لين القرع الاحمر يولي كراميليزي وبنين برشا خد ديجا القرع الاحمر فيه كلوغو سكري هذاك نحطوه في الميكسور نزيدوا عليه شطير سنه ثوم وبعد نضربوه بالميكسور نزيدوا مغرفتين زبده يكون عندنا بيوري نتاع قرع احمر يبدا كراميليزي بنين 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 على الاخر
هذا به اختفى هو ينظف اليونيت راه هو ذاير السكريم كراميليزي وسكريم كل شيء هذا في الزيادة نجمو نعملو زي كيف كيف نجمو نعملو شوية حاجة سكرية كيف كيف للوليدات هكا العشية ولا نعرفك تحب على حويجة حلوة كي مع قهوة العشية باش نعملو شوية كوكيز شوية كوكيز بالزبيب ولا بالبيبيت بالبيبيت بتاع الشوكولا هذيك سهلة برشا باش ناخدو 85 غرام زبدة تبدا تمبيراتور امبيونت يعني مش من فيجدير ديريكت نخدموها اون بوماد بالفوي نزيدو عليها 85 غرام سكر ومن بعد ناخدو كعبة العظم كيف كيف نقصوها كعبة العظم معاهم ونضربو ديما الفوي وبعد ناخذوا 150 غرام فيرينا معاهم ساشي سكر فاني ومغرفه نتاع قهوه لوفور شيميك ورشه ملح نصفيهم بالفيتامين نخلطوهم مع البريباراسيون هذيكا وبعد نزيدوا كسوا لي بيبيت شوكولا والا الزبيب نتاعنا اللي نتولي عندنا البات نتاع كوكيز استيوس صغيره البيبيت شوكولا كي نحطوها ديما قبل ما نحطوها في بريباراسيون كسوا في كيك ولا كوكيز حطوها شويه في الفيرينا نفضوها من بعد حطوها علاش باش الشوكولاتة ما تطيحلناش تقعد لنا واقفة وظاهرة كسوة في الكيك وإلا في الكوكيز وبعد ساعين ناخذوا زوز مقارف نعملوا بيهم الكاليفور نتاع كوكيز نحطوهم في بلاكافور 10 دقائق في 180 درجة ونخرجوا ونخليوها تبرد شوية ولهنا عندنا حاجة ما تكلفش برشا سكري بالكل بالكل شكرا ليك مدوش يعطيك الف صحة عندكم الحار والحلو الله فوالا ديسير ودنيا كل شيء ربي فضلنا مهتوش باللمشة رسيت الكوكيز هكاك جات خاطر اللونات جات سينو ما كانش يشوف فيها الكوكيز الحمد لله يعطيك الصحة دونك تلقاو لي غوسيت نتاعنا على الباج فيسبوك اي فهمت تلقاو الحار والحلو اليوم معنا حوت وحبق وزيتون وليمون وحاجات ياسر بنينة والكوكيز بالطبيعة هذيك من بعد انا باش نعملها لوليد ونعطيكم ذوق من عند بيا ديجا حاضرة أموركم واضحة ما يسلم منه حد ينعم ما يسلم منه حد وصل اليوم جبد أبو لهب الله يا ربي نمشي ونشوفوا ابني البوغوس ربي يلطف بيه وكهو يلا شد روحك يلا مش مشكلة تحرقنا في ترانزيسيون ولكن في شد روحك ما زلنا مكملين مع الشخصيات التاريخية شنية فسر لك بعد شوية شنية ترانزيسيون الوهي يقول القايل مش علاش تحرقنا في ترانزيسيون ريت نفسر لك خاطر السؤال جاي كان هكا طو انا خاطر قلت للسيد المعدة من في بالي بشي يحتفظ بالمعلومة لنفسه فما جو كم شي يصير لك أسألكم كوا ما صار شيء نعود ويلا شكرا ليك للشيف مهدوش نقصد ربي يلا يا سيدي في شد روحك مازلنا مكملين مع الشخصيات التاريخية الواه يقول القائل نجاوبكم دو ان لأنه لازمنا ديما نتفكروا إيش صار في الماضي ونتعظوا منه وكما يقول الكاتب celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Allah. هذا من الأول اللي ما يعرفش تاريخه باش يقعد طول عمره يعاود فيه. دو على خاطر العام مازال طويل وباش نخليه الحيين لم بعد شوية. السيد اللي باش نحكيه عليه أقل ما نجمه ونقوله على المخلوق هذا اللي هو الحق متاع ربي في حياته اجتهد ياسر ياسر باش يدخل للنار وكأنه حطها شوى الأول والثاني والثالث في الأورينتاسيون متاع الباك. جاش البالكم على شكون قاعدين نحكيو اكيد واش قلت لكم قبيله اي نعم هو سيدي ابو لهب هات عطينا نور صوت الناقه خلنا نبداو في الفيش تكنيك الا وهي بالعربيه اش تولي الفيش تكنيك البطاقه التقنيه تفضل الاسم عبد العزيز بن عبد المطلب ابن هاشم اي كي اي ابو لهب علاش زعما سماوه هكا حسب رايكم هو فما دو فيرسيون ما بعدش شيء فكي قبل ما كانش يلعب بالنار والله اوكيني صحراوي بحراوي اوكيني يحكى انه كان ابيض ياسر ووجنتيه محمرتين معناتها احمر الروج نقولوا احنا كنا اللهب فوالا وفما الفيرسيون الثانيه اللي نعرفوها الناس الكل ويكاد يكون متفق عليها معناه السيد هذايا اش كانت المهنه نتاعو حسب رايكم في قريش كان عنده بوتيك يبيع فيها أصنام قريش بوتيك. حال البوتيك وراء قريش من تالي وانت خارج صحيد كذا فتلقى عنده كي ويبيع ساعات أصنام مارشينوار كي تبدأ كيزة الأمور ياسر فيكتساح السوق ويبيعهم وكان في بعض الأوقات زادة كي تبدأ راكدة الخدمة نقوله نحن يمس شوية وقد البنات كي ويقوم معناتها بالأعمال هذيك هو كان زادة هو السي يو متاع ستارتاب اسمها كوفاراكت روتاراكت عنا نحن في الأيامات هذية كان زادة الأدمين متاع الباج متاع الليتي والعزة
معروف عليه انه ما يفلتش حتى فرصه باش يعمل الشر بينومه في العمل. خوه وحبيبه وصاحبه معروف ياسر ولازم حلقه سيده ذي وحده. حسب رايكم شكون شكون من الاسامي نتاع كفار قريش شكون يجيكم قبل؟ أبا جهل البي اف ام تاعهم عداوها جميع على تطوير وسائل وطرق تعذيب لخيان المسلمين. انا ذاك تصوروا كان جاي عايش في وقتنا توا راهو تنصب رئيس بورما بدون منافس، كان جاي مثل شعبي اكيد راهو اعمل الشر وانساه واعمل الخير وتذكروا. كان جاي لعبه ابو لهب اكيد جدا من الاسم تعرف دولونو ابو لهب الا وهو فري فاير راهو يبيع في الديامون وحال الشوب متاع قمار في نعسان ويقدم في الكليونات متاعو نهار لحد كي يشعر بالملل يحرق العجالي في الجنينة ويغرس البيلات الوافين في التراب هكاك خاطر ما يحبش البيئة زادة مش كان العباد كهو. وراهو عامل فينا شر شعف راهو يسمع مهرجانات فرد المرة والصوت ديما عالي وذي باش نخليكم انتوما تطلعوا تفرش في نرمين سفر. كان ابو لهب انتخب زعما لشكون فوت حسب رايكم؟ ترامب لا في تونس في تونس ترامب بابا ترامب نتاع تونس الا وهو لي دبراسكا اخويا نخليه هو والنيه نتاعو اون توكا اللي باش يعملوا في وقت هذاك امبوسيبل يخلط يعمل اللي عملوا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. وحكايه ذي قاعده خالده من عند المولى وهي احسن قرينه يقولنا بها ربي اللي مهما كان العبد قريب لك في الظاهر يحبك ويخاف عليك نهار اللي تتضارب المصالح وتتبدل القناعات ينجم يولي اشد اعدائك واشرس محاربيك. اما يا خويا في الاجمال متاع الصوره هذيا شوف معناتها الحكمه محلاها كي تبدا ماشي بنيتك وقلبك صافي وكبير شعليك فيها خليها على ربي هو يحسن التدبير. كانت هذه حلقه خاصه رائعه جدا خونا ابو لهب صورة مفصلة على السيد مدغن ياسر ولا ما نصور فيه هنا لبسك الشيكري ما تعقلوش اي اي لبس احمر وابيض معروف فما منه حتى من الوجوه حتيت وجوه هنا اخترت له اي اخترت له ديجا انا فما عنا اللي موجود منه معناتها معناتك شوفوا السيره نتاعو سيره بني هاشم وشوف معناتها سيد ابو لهب شعمل نتا نلقاو في وقتنا هذا وحيدي شبه له على الاخر ما نحبش نقول على اسم خلينا على الاخر ان شاء الله عنده بوتيك سوفنير في المدينه بحضة ناي مدينة الجامعة الزيتون وتكسر بعض من كان يا ترى على الباج فيسبوك لو خيان المستمعين شنو تجاوبونا ما عندكمش حق يعطيك الصحة راجح ميرسي بوكو ميرسي 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 ضحكة وذمار وتفاصيل ياسر ياسر محلاها هو زيد ذامر كذلك ذامر ولكنه سريع الاشتعال تبارك الله عليه شريد سريع الاشتعال عامل لي كل مرة عامل لي نقابة كل مرة عامل اعتصام كل مرة عامل حاجة نقابة أولاد المدام تساند السهسوها في محنتها شكرا لي وأيضا أكثر من هذا احنا ضد كل تنمر يصير في البرنامج هذا ضد الأخت سهسوها ولا للتنمر في على السهسوها قصتها ياسر محلاها شكرا هي بكلها خالته طبعا مخلصه وكل قريبت له في العمر وتشيريله وهي مهبلته وشكالته حليوه ماكمش فاهمين مخلصه الانخراط في النقاب وي علاش ندافعوا عليه تذكر منظورين منظوري اي 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 خدمه منظوري وين مشتزنا اللي مشتزنا لفرنسا باش نسكن فرنسا شبيها سوريك حتى هو بقعت من كسكروت لبليب الله يهديه لي كان أصدق وسبب في كسكروت آي سيديك باش نمشيو لفرنسا والاعتداء الاعتداء على رئيس الفرنسي ماكرون من جديد لماذا باش نشوفوا الشيء ذي في ميديا ماغا ميديا ماغا عنده مسهيلي آخر غاديك بالعب دوليا تقريبا بعد شهرين من الكف اللي كليه ماكرون من قبل أحد المواطنين وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية كلها تقريبا تحكي البارح على العظمة اللي تضرب بها إيمانويل ماكرون في زيارته لمعرض بمدينة ليون. الفيديو قاعدين تراو فيه توا زادة معنا مازلنا قاعدين تراو فيك أنت كيفاش واحد ما بين الصوت ما وصلش في الكاسك هذاك علاش حيد البابيت فوالا نشوفوا في الفيديو توا الفيديو هذه البارح كيفاش تمت عمليه الرشقه هكا ولكن العظمه ما اصابتش الرئيس ايمانويل ماكرون. الشاب وقت اللي ضرب بالعظمه كان ينادي ويقول عاشت الثوره. ماكرون كيفاش تصرف بعد العمليه هذه طلب من الامن انه باش يقعد مع الشاب ويعرف شنو هي السبب نتاع العمله هذه. هذه كما قلت لكم ماهوش اول موقف يتعرض له ماكرون. نذكروا الكل الكف اللي تضرب به وقت كان
في واحد من واحده من زيارته الميدانيه كما نشوفوا زيادة في الفيديو الثاني في 2017 زيادة تعرض في واحد من المعارض تعرض للرشق زيادة مره اخرى بالعظم. ماكرون ماهوش الرئيس الوحيد اللي تعرض لموقف محرج كما هكا في العالم، برشا رؤساء اخرين تعرضوا للموقف هذا ويمكن اشهرهم جورج بوش الابن اللي تضرب بالصبات في العراق في 2008 كما زاد تعرض رئيس الوزراء الإيطالي بيرلسكوني عام 2009 للضرب خلال مشاركته في تجمع لحزب الحرية كما قاعدين نراو في الفيديو الثالثة كما تشوفوها توا. في عام 2011 زاد القات الشرطة الفرنسية القبض على رجل بعد ما شد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وكيد وقتها كان باش يضربه وقتها ووقت اللي هو كان يسلم على المواطنين وتشد الوقت ذاك. في أوكرانيا وآخر فيديو نختم بها لليوم الرئيس الوزراء السابق يتعرض للضرب، أما المرة هذية وين؟ في البرلمان وقت اللي كان يقدم في كلمة حول أداء الحكومة متاعه هذي في 2015. رئيس وزراء شكون الأخر هذي؟ هذي رئيس الوزراء متاع أوكرانيا. أوكرانيا متاع أوكرانيا خذيه بوكي دي فلوغ وتشانجل أوكرانيا اللي ديما فما راو دي فيديو ثورة في 2014 أي بيانسوي غاي أي هذي بالضبط بعد عام في 2015 الحقيقة هو ديما داير في رئيس وزراء أستراليا زاد بالعظم والفارينة هبط عليه ما في الكوش الاعتداءات هذي. أما في فرنسا خاصة في فرنسا خاصة الاعتداء الأخر على ماكرون الاعتداء هذا الشعارات اللي قادت تطلع فيه صحيح ما شنو اللي وراه هالاعتداء هذه الشعارات اللي هي متاع يمين متطرف اللي قاعد نوعا ما يكون طالع في فرنسا وجاي انتخابات وكل شيء دونك فما ناس اكيد هكا تتحرك وحريه التعبير اللي زايد برشا غاديكا وداير ظهر لي في بالي السيد اللي ضرب ماكرون المره اللي فاتت خرج وما صار له حتى شيء دونك الناس تستغلها بالتعدي اي ما صار له حتى شيء بيجوريتيف من بعدها في وقتها يعلم رب اكزاكتومون دونك برشا الناس تستغل في المواقف هذيا. هو كان في معرض نتاع فلاحه ونعرفوا ماكرون السياسات خاصه الاقتصاديه والاجتماعيه ونتفكروا لي جيلي جون والحاجات اللي صارت الكل دونك برشا الناس قاعده تستغل فهالمواقف والانتخابات جاية باش ترفع شعارات نوعا ما عاشت الثورة شعارات زادة متاع الاعتداء الاخر كانت يمينية وتزادة تدعو للسيادة والثورة مرة اخرى دونك ديما الاعتداءات هذية ماكرون بظهر واكثر واحد ابارامون نصيب الاسد عنده فيهم نصيب الاسد صحيت وسلك المرة ذي العظمة ما جاتش فيه حسيت عظمة مرتتية نو لا لي عظمة عديت ظهري طايبة بالعمل هكا ولا كيفاش ماشي مجرد ملاحظة سي باس عظمة يابسة ثلاثة دقائق قعدت حسيلو فما المشكلة نتاع الاكستريم دروات راهو وجوج في فرنسا تلوع مارين لوبين المشكلة راهو مش في تلوع مارين لوبين فقط لي اما فما دي جروبيسكول كما يقولوا الفرنسيس نتاع اكستريم دروات اللي هما احزاب غير معترف بهم في فرنسا واللي ولاو يحبوا يعطيوا معناتها كلمتهم رايهم في مواضيع نعطي اكزامبل فما مشكله في فرنسا كبيره برشا واللي ما لقاو لهاش حل بتعرف ماكرون هو الرئيس هالي الوحيد في فرنسا اللي فرنسا عندها تقاليد في السياسة فما لا غوش إلى لا دروات إيمانويل ماكرون هو له يمين له يسار له وسط ماهوش حتى شيء معناتها جانر بوليتيك آخر متاع فما جانر سانوت جانر بوليتيك معناتها إيمانويل اللي سياساته ما هيش مرتبطة ديركت مو بالإيديولوجيا متاع البلاد فوالا اللي ما هيش مرتبطة بالإيديولوجيا جملة متاع البلاد هذية مشكلة طول مشكلة في فرنسا هو الباس سانيتير وما أدراك من الباس سانيتير وليزونتي فا في فرنسا راهم كثروا برشا عباد ما تحبش تفاكسيني في فرنسا وان شاء الله ما نوصلوهوش لتونس عباد ما تحبش تفاكسيني في فرنسا برشا عباد ما تحبش تفاكسيني وضد الباس سانيتير دونك عنده برشا مشاكل سياسيه مي ماكرون راهو عبقري في الكوميونيكاسيون ماكرون 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 راهو معناتها سي ان جيني دو لا كوم معناتها في الكوميونيكاسيون معناتها البارح انا خاطر تفرجت تقريبا في كل البلاتوات اللي تحلت في فرنسا على الحادثه هذيا راهو برشا عباد تحكي اللي الانتخابات ما يجي ماكرون طايح في لي سونداج معناتها يحبوا يعاودوا يطلع في لي سونداج الكف الاخرين اللي كليه ماكرون طلع ب 13 بوان في لي سونداج بعد الكف هذيا
معناتها فما خدمه راهي نتاع كوم معناتها يعني خليه يرجع اسمه ديما يدور في وسائل الاعلام فوالا دونك معناتها ما تجيش ماهيش غريبه وماهيش ما تتعجبوش كان راهو الحكايه اللي صارت البارح راهي مخدومه من جماعه ايمانويل ماكرون باش يرجعوه في الصوره. مشكله اللي فتوى في فرنسا واللي في برشا بلدان اخرين واللي ربي تستر لانه تعرف من برشا جاليه تونسيه كبيره برشا في فرنسا هي الاكستريم دروات اللي راهو مارين لوبين طلع في الاوروب الكل ايطاليا سويسرا بلجيكيا كان المانيا منعت باخر انتخابات اما فرنسا راهو مارين لوبين في لي سونداج راهي طالعه مع الفينومين اللي طلع جديد توا اريك زيمور اللي هو واحد كما نقولوا نحن بوليميست معناتها كرونيكور عباره لي كرونيكور اللي عندنا في 90 دقيقه معناتها طالع وطلع في لي سونداج اللي 7% في لي سونداج مع جون لوك ميلانشان. جون لوك ميلانشان اللي تاريخ كارير كامله في البوليتيك يطلع معاه فرد بورسنتاج انتخابات فرنسا السنه باش تكون ساخنه وساخنه جدا. اي هذيك علاش تحس فما البوز وي بوز وخدمه خاصه فما كوم فما كوم معناتها لي بوات دو كوم قاعدين يخدموا مع لي كانديدا نتاعهم قاعدين يخدموا على لي بوان نتاعهم معناتها قداش باش ندخلوا احنا للانتخابات قداش معناتها من بوان كل واحد في الحاضنه نتاعو عنده وشنو هي الخدمه اللي باش نعملوها على بعضنا. كيما قالك معناتها يوسف وهو معناتها في الكومنت برك الله عليه نورات با لوكازيون كيما صار في الاعتداء الفارط معناتها كيما تشوفوا وقت اللي حاب بعد الجارد كور ما حبش يبعد عاود رجع معناتها في وقتها باش يشوف شنو هي الحكايه وحتى من بعد الايقاف معناتها كان تواصل معاه ثلاث اشهر قعد في الايقاف اكزاكتومون دونك باش نفهموا من بعدها اللي فما معناتها كونتينيتي في الحكايه وراهي ما مشاتش هكاك وحاول يستغلها معناتها احسن استغلال باش عاود كيما قلت يربح دي بوان كله معناتها نشوفوا معناتها كل شيء كيفاش يتم استغلاله في المواضيع هذيا اي سورتو اللي العباد هذه كي تعمل حاجه راهو ماهوش في شخص الرئيس راهو ضرب للممثل نتاع الدوله معناتها راهي السلطه هذه راهي الدوله هذه ما تمثل سياسات الدوله اكزاكتومون هاو كيفاش نتصرفوا معها. تفضل اخر حاجه وانه الانتخابات اللي مش تجي في فرنسا في مي ذي محدده برشا خاصه فرنسا اللي عندها عركه توا مع لونجلتير وامريكا على الصفقه الاخرانيه والاتفاق مع استراليا كيف كيف زاد خروج ميركل من المانيا اللي هي كانت نوعا ما تقود في الاتحاد الاوروبي وكانت ديما لمته مع صعود تيار الشعبي وتيار اليميني المتطرف اللي يحب يخرج يخرج فرنسا من الاتحاد الاوروبي ويمكن فما تفكيك للاتحاد الاوروبي دونك ربي يستر الانتخابات باش تكون كاسحه ونتبعوها بالكدا جست حاجه بركه وجوج فيسع باش كنت تحلوا في السياسه ما تسيبوش باش نقولوا اللي راهو معناتها تشوف لهنا اللي نحن بلكشي بيبي في الديمقراطيه تونس في العشر سنين هذوما ما صارتش برشا مشاكل لورك فرنسا راهو 100 سنه ديمقراطيه تقريبا الرؤساء نتاعها الكل من بون ميتيران عمرت له لسات له حاجه هكايه من شيراك وانت هابطه للرؤساء هذوما الكل راهو كلهم او موان مره صارت لهم مشكله كسوا في ميتينغ ولا في خرجه دونك لهنا نجم نكونوا نحن البون ليف معناتها في الديمقراطيه شويه معناتها ميم سي صارت ساعات مشاكل اما ما وصلناش للضرب وانت والمجتمع وانت واللي يطلب المجتمع وانت كيفاش زاد تربى وعاش وشنو تحب وين تحب تهز راه فما حاجات اللي ما نجموش نقبلوها نحن كشعب معناها تونسي عربي عاش راهو جوست في النقطه هذه مثلا على قد ما الناس اللي هبطت مثلا بعد 25 جويليه وقتها كي كان رجل غنوشي قدام مجلس النواب ما صارش اعتداء عليه ولا ما تضربش ولا حاجه هذه ديما فما اكل ليميت تاع التونسي اللي يتكلم يسب يحكي اما باش يوصل انه يضرب ما يخلص لهيش اي صعيب ميم سي شفنا راهو ايماج في 25 جويليا وقتها بالحجر حتى الكف هذيك في القيادي في حركه النهضه اللي ضربوها بكف مي سي تري رار انه تصير حاجه الطفله اللي مشات تجري البارير هو طفل ماهوش طفله ميم يظهلي طفل لا طفل طفل سامحوني طفل شعره طويل ضرب اللي بحذاه اي ضرب اللي بينا ما نشوفوش في تونس هكا على الاقل نكونوا نضاف في الكلايماكس شكرا لكم لاولاد يلا لفلف الامور من بعد مازلنا باش نحكيو على الاستقالات في حركه النهضه نمشيو في ساعه نشوفوا الاشهار شهاري غنيه وراجعين